محاولة إلى الأمام، جول جول، يا سلام في سنتي أبو بكر مهاجم بورتو صاحب السادس. المنتخب الكاميروني لاحظ الإعادة، تابع وبالعرض البطيء لأبرز الفنيات العرضيات الجميلة لهذا المهاجم الخطير الذي يسير على خطى صامويل إيتو وأيضا في سنتي أبو بكر. لاحظ الإعادة، تابع وبالعرض البطيء للعرضية من فاي، من كولنز فاي إلى في سنتي أبو بكر مهاجم بورتو البرتغالي، مهاجم بيشكتاش التركي لموسم واحد، لعب لنادي لورين الفرنسي. مباراة كرة اللعب الآن، محاولة إلى الأمام، يا سلام، يا الله، يا الهدف الثاني يأتي من كريستيان باسوب الكاميروني في هذه المقابلة هنا في هذه اللحظة، يعني الكعب الواضح من فيسنتي أبو بكر إلى كريستيان باسكوك. كريستيان باسكوك لاعب نادي واشنطن الأمريكي، لعب في الدوري السويسري، الدوري التركي، يلعب الآن في نادي هينان جاني الصيني، واحد من اللاعبين الذي يعول عليهم كثيرا المدرب الكاميروني ألكسندر بيرينجا، المدرب الكاميروني صاحب 55 عاما. كريستيان باسكوك هنا المتابعة، كريستيان باسكوك تسديدة قوية والهدف الثالث يأتي في الدقيقة العاشرة، الدقيقة العاشرة تشهد الهدف الثالث لي أيضا كريستيان باسكوك. أيضا الفرحة بلا شك بهذا الهدف الثالث للكاميروني كريستيان باسكوك، لعب لواشنطن الأمريكي ويلعب حاليا مع نادي هينان جياني الصيني هنا في هذه المقابلة. هدفين لهذا اللاعب كريستيان باسكوك، والهدف الأول الذي جاء للكاميروني في سنتي أبو بكر. اسماء كضم يوسف ناصر في هذه المقابلة، يوسف يتقدم الآن، جول، مشعل فواز البديل الذي أتى بديلا لبدر طارق. لاحظ يوسف ناصر يضع الكرة الكويتية بتقليص الفرق على الأقل. يوسف ناصر، يا الله، يا سلام على يوسف ناصر، على يوسف ناصر، يأتي بديلا لأيضا يعقوب الطراروة يأتي بديلا لأيضا مشعل لبدر طارق، يضع في المقدمة يوسف، يعقوب الطراروة يأتي